كما تعلم أن مسألة الاتفاقية النووية لم تنتهي رغم صعوبة الموقف، إلا أن لا زالت هنالك فرصة للعودة للاتفاق النووي. هل تعتقد إذا ما نجحت لسبب ما هذه المفاوضات في اللحظات الأخيرة في الساعات الأخيرة وعادوا للاتفاق النووي، هل تعتقد أن هذا قد يخفف من وطأة هذه الهجمات التي نراها ضد حقول الغاز والحقول النفطية الموجودة على الأقل في إقليم كردستان؟ نعم، يخفف كثيرا، 100% اتفق معك استاذ احمد. ومشكله التحول الذي طرا على يعني منضده المباحثات وجعل جوله المباحثات تصبح مؤجله، يعني هي الحرب الاوكرانيه الروسيه. يعني موقف الروسي، ما شاهدنا مثلا قمه طهران مؤخرا استاذ احمد، هي كانت ايران ارادت ان ترد على عدم يعني اعطاها ما تريده من الاتفاق يعني. وبنفس الوقت بايدن رد بقمه جده، يعني هناك حاله اصطفاف، وهذه حاله هي اللي انا بحسب وجهه نظري اللي دفع الاتفاق النووي الى العوده. ولكن الان الاتفاق النووي يعني بعهد رئيسي وفي عهد المحافظ الاستاذ احمد تقريبا ارتبط بالملف الروسي الأوكراني، يعني تقريبا روسيا هي التي تدير الملف النووي الآن. يعني إذا شاهدت تصريحات الساسة الإيرانيين، إذا شاهدت حركة إيران مؤخرا بالإجراء حلف ثلاثي مع تركيا يأخذ طابعا تجاريا عنوانه الأبرز سوريا، ولكن الحقيقة هو أنا أعتقد مرتبط بالقضية التفاعلات الملف النووي الإيران. فأنا أعتقد أنه هذه التفاصيل، إذا حالة الاستقطاب أما أن تؤدي إلى اتفاق أو تؤدي إلى حرب أو تؤدي إلى بناء قواعد اشتباك، الأمر مرهون بروسيا يا أستاذ أحمد. إذا روسيا يعني اكتفت من الحرب الأوكرانية بناء القواعد الاستراتيجية، يعني تأمين ممرات البرية للقواعد من البحر وأراضيها يعني مواقعها الجغرافية، هذا أمر يعتبر مكسب استراتيجي لدفع الناتو بعيدا عن مناطق التهديد في العمق الروسي. هذا يعني القواعد الاستراتيجية بالموضوع. ويبدو أن روسيا أيضا غيرت استراتيجياتها، يعني وكان بداية تريد إسقاط النظام، الدخول إلى كييف، ولكن شيئا فشيئا بدأت تغير استراتيجياتها. فعلى المستوى الروسي إذا حصل حل بين الناتو وبين روسيا يعني من جهة، هذا الأمر سينعكس على الملف النووي الإيراني بحسب وجهة نظري، لأن الموقف الروسي أيضا الموقف كان متشددا لدفع إيران إلى جعل جولات المفاوضات الملف النووي متعثرة. يعني إذا تتذكر أستاذ أحمد الموقف الروسي حينما أرادوا فصل عملية العقوبات على إيران، العقوبات على روسيا بعد الحرب من حصص روسيا بالاتفاق النووي. فهذه التفاصيل أنا أتفق معك، يعني ماذا سيحصل نترقب. فستبقى مناطق صراع وليس منطقة صراع. ممكن قضية اليمن هدت بعد مباحثات السعودية وإيران، ولكن سيبقى العراق هو الميدان الأكثر سخونة حتى يتم إجراء العودة للاتفاق النووي وتثبيت قواعد الاتفاق بين المنظومة الغربية والشرقية من جهة، وإقليميا بين حلفاء أمريكا وإيران وحلفاء روسيا، وداخليا بين أمريكا وإيران. يعني قواعد الاتفاق يجب أن تعود إلى عهد أوباما حتى تنتهي هذه التفاصيل.